إخوة بالطاقة الثانية العباسي سعيد عندنا جرادة جمعية فروسية بالتوفيق للإخوان من مدينة جرادة كذلك التي لا زالت تحتاج انتباه تسلامي على مدافع جرادة كذلك موفق بإذن الله المحاولة القادمة كذلك نرجو لك فيها كامل التوفيق صوب الموالي يتقدم الله نرجو لك كامل التوفيق شكرا لكم ولحضوركم والإخوان الجاهزين اتفضلوا من هناك على الجهة الأخرى تفضل بقيادة سيغامي تحية لهم بني علا شكرا للإخوة بالتوفيق تحية لك كما أمرت موفق انتباه الآن لسي محمد رافع بن حمليل تحية لكم مشكورين كذلك على حضوركم ونرجو لكم كامل التوفيق في قادم المحاولات انتباه حسن القناني الان قاد انتباه أخي مشكورا بقيادة سي حسن القدري بالتوفيق للإخوة في أحد البلدان إذا كان ممكن الآن عند دور سي محمد سعيدي عند الرحاب هذا أمامكم يوسف علالي للأخ يوسف علالي سي محمد سعيدي عرف حمد التوي تحية لك شكرا لأبطال قلب وتميز تحية لك سي عامر سي عامر تحيلش عن ولد مارك سي عامر انت كيف عندك رقم واحد ولكن بها خير مش مشكور بالتوفيق يلا بالتوفيق سي عامر تحية لك بالتوفيق إذا تفضل السربة الموالية يلا زيد مشيك يا عامر انتباه لقدور بالرسول عن حداحدة وفقكم الله ان شاء الله تحية لكم شكرا تتفضل الصربة الموالية اذا كانت جاهزة انتباه
إذن تحية للإخوة بطاقة فارود ضع للترتيب أنا معكم تبع الترتيب مازال هذا الورش كاع غير انا الله يبارك فاتوهم خريطه انا بالتوفيق لا 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 هذا روح ثقة أصبر بروح ثقة غير عندي واحد الاستشارة كيجي الكامير غادي نقول لكم وقفوا غادي نرشوا زيد روح كيجي الكامير غادي نوقفكم ونرشوا الملعب لا جاتكم زيد روح زيد تفضل نحيي الاخوان بقيادة سكولي على ولاد حبال تحية لهم الثاني والثالثة شكرا لا
انا يسمع نشكر له الحضور هم ونرجو كامل التوفيق للسوق الموالي تطلع عليها اللب راه مليون كاع ما يجي يدير لنا شكون جاي هادي جي هو هو جاي كذا.
الله اكبر. تعالوا ديالك سيدي، علاش ما تكلمني؟ حل 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 حل
هذا والله واخا تكون عندك سلاله من اليوم ما تقدرش تعمر ديك الحاله الله راه عرف عليك هذه راه عرف عليك بالنسبة كل نهار واحد من ثلاث ايام الى خليت لي عمل